افتتح الدكتور محمد مختار جمعة ومعه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مسجد جامع الدلتا بمدينة جمصة في إطار افتتاح وزارة الأوقاف لحوالي 484 مسجدا على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهري سبتمبر الماضي وأكتوبر الجاري، منها 31 مسجدا جديدا بمحافظة الدقهلية بتكلفة تقارب حوالي 128 مليون جنيه. إيمانا أن الطلاب هم رأس الثروة البشرية والعدة المدخرة لبناء المستقبل الواعد، وبهدف ترسيخ الفكر الصحيح المستنير بين الطلاب، تأتي افتتاحات المساجد داخل أروقة الجامعات كمسجد الجامعة بمدينة جمصة في حضور وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية. عندما يكون هذا المسجد الجامع يبقى مسجد متاح للطلاب جميعا، وهو المكان الوحيد المخصص للأنشطة الدينية والدعوية. اللي عايز يصلي يتوجه إلى المسجد، اللي عايز يبقى فيه ندوة فيه محاضرة دينية في المسجد على ما أو مسمع. وكفى بقى عمل جماعات الظلام والتنظيمات السرية وفي الخفاء. فأهمية المسجد داخل الجامعة إنك بتوفر المكان الصحيح للتعبد وتحمي أبنائك من الإيه؟ من الاختطاف. ويمكن المرة دي البيت زي ما قال معالي الوزير في إحدى قلاع التعليم في المحافظة اللي هي جامعة الدلتا. طبعا احنا بنشكر الجامعة على هذا الجامع الجميل، وزي ما قال معالي الوزير انه بيقدر يضم مصلى للسيدات ومصلى للشباب بحيث يكون منبر ديني داخل المنبر التعليمي او منبر الجامعة. ومن منطلق خطة وزارة الأوقاف في افتتاح 31 مسجدا في محافظة الدقهلية خلال شهري سبتمبر الماضي وأكتوبر الحالي، ضمنها مسجد جامعة الدلتا الذي تم تشييده على مساحة 1000 متر تقريبا، تكون الوزارة قد أتمت افتتاح ما أقرته من مساجد على مستوى محافظات الجمهورية كافة. الرسالة الآن المسجد يبنى داخل الجامعة، فهذه نقطة تحول كبيرة جدا. هناك جامعات عريقة كبيرة كانت موجودة لم يبنى فيها مساجد، الآن المسجد داخل صرح الجامعة، أعتقد أبلغ رسالة نوجهها للعالم كله. ولأن مسيرة الدولة المصرية تهدف إلى مستقبل أفضل في التعليم، تأتي جامعة الدلتا بجديد كلياتها كالطب ومركز الدراسات العليا بطب الأسنان ترسيخا لمنظومتها التعليمية الهادفة إلى الارتقاء. من مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، وليد هيكل، النيل.